ان الشيء المشترك بين الكيميائيين والفلكيين هو دراسة بنية المادة اعتمادا على الضوء الذي يمكن ان يصدر عن هذه المادة، حيث تتم دراسة بنية الكواكب اعتمادا على الضوء الذي يرد الينا من هذه الكواكب، اي الطيف الذي يرد الينا من هذه الكواكب، ايضا تتم اثارة بعض الذرات ثم دراسة الطيف الذي يمكن ان يصدر عن هذه الذرات لتحديد هوية هذه الذرات. لقد كانت المشكله في ان الضوء والطيف الصادر هل هو عباره عن جسيم او موجي بدايه كانت الغلبه لفكره الموجي ان الضوء هو عباره عن موجي وذلك اعتمادا على ظاهرتي التداخل والانعراج وبناء على ذلك قام العالم ماكسويل بوضع المعادلات التي تصف الامواج الكهرطيسيه ثم ظهر الفعل الكهروضوئي. الذي يبين بأن الضوء عبارة عن جسيمات حيث لاحظ بأن المنبع الضوئي يمكن أن يسبب مرور تيار كهربائي عندما يقع على مسافة معينة بين طرفي سلك منفصل حيث نلاحظ أن إضاءة أحد الطرفين يسبب انتقال الإلكترونات من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مما يؤدي إلى أغلاق هذه الدارة إذن بداية كانت النظرية تصف الضوء على انه موجي، ثم ظهر الفعل الكهروضوئي فوصف بأن الضوء عبارة عن جسيمات وهي تدعى الفوتونات أو كمات الطاقة، وأخيرا ظهرت النظرية الحديثة التي تصف بأن الضوء عبارة عن فوتونات تتحرك مواكبة لأمواج كهرطيسية، وهذه الفوتونات هي عبارة عن جسيمات معتدلة الشحنة، إذا هي شحنتها الكهربائية تكون معدومة. وتتحرك بسرعه تساوي 3 ب10 قوه 8 متر في الثانيه اي انها سرعه الضوء، وتملك طاقه حركيه وفقط طاقه حركيه لان كتلتها السكونيه تكون معدومه، وبناء على فرضيه اينشتاين بان الضوء عباره عن جسيمات او حبيبات من الطاقه تعطى طاقه الكم الواحد بالعلاقه اي تساوي ام تربيع او اتش بي اف. اعتمادا على ذلك نرى أن الكتلة الحركية للفوتون يعطى بالعلاقة M تساوي E على C تربيع فإذا عوضنا بالعلاقة التي تصف كمية حركة الفوتون وهي تساوي B تساوي M ب C أي الكتلة ضرب السرعة السرعة هي عبارة عن سرعة الضوء أما الكتلة فهي عبارة عن النسبة بين الطاقة الكلية ومربع سرعة الضوء بالاختصار الرياضي نجد ان ب تساوي H على لمدا اي ان كميه حركه الفوتون اثناء حركته يساوي النسبه بين سابت بلانك وطول موجه الفوتون اي طول الموجه التي يواكبها الفوتون كما اننا نعلم بان الالكترون ينتقل من سويه طاقيه اعلى الى سويه طاقيه ادنى مما يؤدي الى تحرير فوتون طاقته تساوي فرق الطاقه بين السويتين وفي حاله الامتصاص يحدث انتقال الالكترون من سويه طاقيه ادنى الى سويه طاقيه اعلى اذا يمكن تحرير الالكترون من سطح المعدن عندما تسقط عليه حزمه ضوئيه وهذا ما سميناه سابقا الفعل الكهربائي واذا اخذنا نظريه اينشتاين بعين الاعتبار والتي تقول بان الضوء عباره عن حزم من الجسيمات الغير مرئيه هي عباره عن الفوتونات فان ظاهره الفعل الكهروضوئي تعني تحرير الالكترونات بتقديم طاقه ضوئيه ولدراسه هذا التاثير فإننا ناخذ تجربه هرتز تجربه هرتز التي تتكون من الادوات التاليه الاداه الاولى هي عباره عن كاشف كاشف للشحنات الكهربائيه نضع عليه صفيحه من معدن هو الزنك وتكون قد نظفت حديثا نشحنها بشحن سالبي فنلاحظ أن وريقتي الكاشف قد انفرجتا بسبب التنافر الكهربائي بين الوريقتين آسف الوريقتين قد انفرجتا بسبب التنافر الكهربائي هذا يمثل منبع ضوئي هو عبارة عن منبع لمصباح بخار الزئبق يتميز هذا المنبع بانه يعطي الطيف الطاقي باطوال موجيه متعدده تبدا من المجال تحت الاحمر مرورا بالطيف المرئي وحتى الاشعه فوق البنفسجيه نلاحظ ان اضاءه هذا المصباح سوف يؤدي الى الاختفاء التدريجي لشحنه هذه الصفيحه وبالتالي انطباق ورقتي الكاشف ويفسر ذلك بأن الضوء الذي ورد إلى هذه الصفيحة قد قدم طاقته إلى الإلكترونات فسبب انتزاعها، الإلكترونات خارج المعدن والمعدن سالب الشحنة يحدث تنافر كهربائي بينهما وذلك يؤدي إلى تناقص تدريجي لشحنة هذه الصفيحة أي يتناقص انفراج الوريقتين لأن الصفيحة تفقد شحنتها تدريجيا. نعيد هذه التجربه ولكن نضع لوح زجاجي يفصل بين المنبع الضوئي والصفيحه المعدنيه المشحونه ثم نضيء المصباح فنلاحظ ان اللوح الزجاجي يلعب دور الحاجز بالنسبه للاشعه فوق البنفسجيه اما الاشعه المرئيه والاشعه تحت الحمراء فانها تستطيع ان تعبر من اللوح الزجاجي ونلاحظ ان انفراج الورقتين لا يتغير ابدا حتى لو قربنا المنبع الضوئي بمعنى حتى لو زدنا الشده الضوئيه لا يتغير انفراج الورقتين. اما اذا ازلنا الحاجز الزجاجي فاننا نلاحظ الاختفاء التدريجي للشحنه وبالتالي انطباق الورقتين تدريجيا. يفسر ذلك بانه عندما ازلنا اللوح الزجاجي هذا يسمح للاشعه الفوق البنفسجيه بالوصول الى صفيحه الزنك المشحونه سلبا مما يؤدي الى انتزاع الالكترونات، وهنا نستنتج بان الاشعه فوق البنفسجيه هي المسؤوله فعليا عن انتزاع الالكترونات، لانها هي الاشعه التي تملك الطاقه اللازمه لحدوث الانتزاع. اذا اعدنا التجربه ولكن شحنا الصفيحه بشحنه موجبه واضأنا المصباح فاننا نلاحظ ان انفراج الوريقتين لا يتغير ابدا مهما قربنا المصباح اي مهما زدنا الشده الضوئيه ونلاحظ هنا عدم وجود لوح زجاجي ويفسر ذلك بان الاشعه الضوئيه بما فيها الاشعه فوق بنفسجيه تسبب انتزاع بعض الالكترونات القليله اصلا الموجوده على الصفيحه المعدنيه ولكن بسبب الشحنه الموجبه تعود وتمتص هذه الالكترونات اي تعود وتجذبها لذلك لا تتغير شحنه الصفيحه المعدنيه فلا يتغير انفراج الورقتين. ويبقى السؤال هنا هل طاقه الفوتون اصغر من طاقه الانتزاع ام اكبر ام تساوي؟ اذا اذا ورد ضوء على سطح معدني وحسب نظريه اينشتاين الضوء عباره عن فوتونات فيمكن لاحد الفوتونات الوارده أن يصادف الكترون في السطح المعدني يقدم له كامل طاقته، فإذا كانت طاقة الفوتون الوارد أقل من طاقة الانتزاع نلاحظ أن الإلكترون يبقى داخل السطح المعدني أي يبقى مرتبطاً بالشبكة البلورية. أما إذا كانت طاقة الفوتون الوارد تساوي طاقة الانتزاع فإننا نلاحظ أن هذا الإلكترون ينتزع ويخرج إلى خارج السطح المعدني ولكن بطاقة حركية معدومة، أي نحصل على إلكترون حر ساكن. أما إذا كانت طاقة الفوتون الوارد أكبر من طاقة الانتزاع. عندئذ الإلكترون يمتص طاقة الفوتون، يستهلك جزء من الطاقة للتحرر من طاقة الارتباط، والجزء الآخر يتحرك به على شكل طاقة حركية. وتحسب هذه الطاقة الحركية من العلاقة E كي تساوي اي ناقص دبليو اس فاذا عوضنا نجد ان الطاقه الحركيه تتعلق بتواتر الفوتون الوارد فقط لان اتش هو ثابت بلانك وهو مقدار ثابت اف اس هو عباره عن تواتر العتبي وهو مقدار ثابت اذا اي e تساوي اتش سي بواحد على لمدة ناقص واحد على لمدة اس هنا يظهر مره اخرى لأن الطاقة الحركية إذا للالكترون المنتزع عند خروجه خارج سطح المعدني يتعلق فقط إما بتواتر الفوتون الوارد أو طول موجة الكهرطيسية التي يواكبها الفوتون لأن باقي المتغيرات الفيزيائية أو باقي المقادير الفيزيائية هي عبارة عن مقادير ثابتة إذا الطاقة الحركية تتعلق بتواتر الموجة الكهرطيسية أو طول موجة الاشعاع أو طول موجة الكهرطيسية التي يواكبها الفوتون إذا يكون الفعل الكهربائي محققا أي يحدث انتزاع الالكترون من السطح المعدني إذا كانت طاقة الفوتون الوارد أكبر أو تساوي طاقة الانتزاع اي طاقة الفوتون الوارد أكبر أو تساوي طاقة الانتزاع ونعرف هنا طاقة الانتزاع بأنها أصغر طاقة لازمة ليحدث انتزاع الإلكترون من السطح المعدني. وحسب العلاقة ES أو WS تساوي H ب FS نقول أصغر طاقة إذا يوافقها أصغر تواتر. فنعرّف تواتر العتبي FS بأنه التواتر الأصغر للموجة الكهرطيسية الذي يحدث عنده انتزاع الإلكترون من السطح المعدني وبما ان الطاقة إي اس تساوي اتش ب إس أي تساوي اتش بي سي على لمدا إس نلاحظ هنا التناسب العكسي بين الطول الموجي والطاقة نقول أصغر طاقة لازمة لانتزاع الإلكترون يوافقه أكبر طول موجي لانتزاع الإلكترون إذا لمدا إس تسمى طول موجة العتبة، وهي تعبر عن أكبر طول موجي لفوتون الأشعة الواردة إلى السطح المعدني ويحدث عنده انتزاع الإلكترون. وهنا ظهرت المقارنة بين فرضية أينشتاين للضوء والنظرية الموجية الكلاسيكية، حيث أن أينشتاين يقول بأن انتزاع الإلكترونات من السطح المعدني يتم عندما يمتص الإلكترون أحد فوتونات الحزم الضوئية الواردة. وعندما نقول أحد فوتونات، فهذا يعني أن الإلكترون يمتص فوتون واحد فقط، ويجب أن يمتلك هذا الفوتون الواحد طاقة كافية، إذا يجب أن يكون التواتر أكبر من حد معين. أما وفق النظرية الكلاسيكية الموجية، فإنها تفترض أن الإلكترون يمكن أن يمتص أكثر من طاقة، أي أكثر من فوتون، يمكن للإلكترون أن يمتص أكثر من فوتون بآن معًا، وبالتالي ليس المهم بحسب النظريه الموجيه تواتر الفوتون، وإنما يكون التأكيد على الطاقة الكلية التي يمكن أن يمتصها الإلكترون، أي أن التأكيد على شدة الحزمة الضوئية وليس على تواتر الفوتون، وبنفس التفسير فإن الطاقة الحركية التي يمتلكها الإلكترون المقتلع من السطح المعدني يتعلق ب تواتر الفوتون، وذلك بحسب نظرية أينشتاين. اما بحسب النظريه الكلاسيكيه الموجيه فان الطاقه الحركيه للالكترون المنتزع يتعلق بشده الحزمه الضوئيه ولدراسه الفعل الكهروضوئي ناخذ الحجيره الكهروضوئية وهي مكونه من حجيره مخلات من الهواء تحتوي على المهبط كسود والمصعد النود نصل في هذه الداره حجيره كهروضوئية الى منبع تيار كهربائي ومنبع ضوئي ندرس الآن تغيرات شدة التيار المار في هذه الحجيرة بتغيير شدة الضوء فنلاحظ أن شدة التيار الكهربائي تتناسب طردا مع شدة الضوء ونلاحظ الآن أن الضوء عندما يسقط على الحجيرة يسبب مرور التيار الكهربائي فإذا أردنا أن نصف ماذا يحدث فيزيائيا؟ نلاحظ ان سقوط الحزمه الضوئيه على الحجيره الكهربائيه سوف يسبب مرور تيار كهربائي في هذه الحجيره، ونلاحظ ان شده التيار الكهربائي المار في الحجيره يتناسب طردا مع شده الضوء، وهذا اذا كان تواتر الفوتون مناسبا، اذا بدايه نقول بحسب اينشتاين الذي يسبب انتزاع الالكترون هو أن يكون تواتر الفوتون الوارد أكبر من حد معين، أكبر من تواتر العتبة، ولكن إذا كان تواتر الفوتون أكبر من تواتر العتبة، تواتر الفوتون الوارد أكبر من تواتر العتبي فنلاحظ أن شدة التيار تزداد مع زيادة الشدة الضوئية، وهي تتناسب طرداً معها. أما أهمية هذه الحجيرة الكهربائية وتطبيقاتها فإننا سوف نراه في المرة القادمة.